قال أنا محمد بن علي الرضا، أنا الجواد. خير أنت محمد بن علي الرضا وأنت الجواد. بعد بعد الكلمة العظيمة عظيمة عظيمة إلى ما لا نهاية. أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب، أنا أعلم بسرائركم وظواهركم وما أنتم إليه صائرون. علم منحنا به من قبل خالق الخلق أجمعين، وبعد فناء السماوات والأرض من الله من الأزل خلقكم الله أنوارا، فلولا دولة أهل الباطل ووثوب أهل الشاك وظاهرة أهل النفاق، شريد يقول يعني بعد لقلت قولا تعجب منه الأولون والآخرون. عجيب. خرج يده وضعه على فمه، قال اصمت يا محمد كما صمت آباؤك من قبلك. نزل سحب رداء تخطى الأعناق طلع. منو هذا؟ منو هذا؟ غلام 8 سنوات يقول أنا أعلم بالأسرار وأعلم بالأنساب والأصلاب وما تدخرون، ولو استطعت لو أعطيت المجال لتكلمت بكلام أمامكم يا علماء يا كذا. اتعجبت منا أنتوا واللي قبلكم واللي جبعدكم. ممكن واحد ابن 8 سنوات يقول هكذا؟ هذا أبو جعفر الجواد ابن الإمام الرضا. فالإمام الجواد صلوات الله عليه هو أعظم بركة على الشيعة. بركة أبو جعفر، بركة هالإمام. ولكن ماذا صنع الزمان بأهل البيت كافة؟ هل يا ترى كان يسعى من أجل كرسي؟ هل يا ترى كان يسعى من أجل منصب، من أجل مال، من أجل دنيا، من أجل سمعة؟ أبدا. صائما نهاره وقائما ليله، ها، لا يرى إلا ذاكرا قائما صائما يقضي حوائج الناس، ولكن الأرجاس لا يدعون أهل البيت خوفا على الكرسي، فامتدت يد الطغيان والإثم على آل الرسول وعلى هذا الإمام الذي لم يناهز 25. فرأى المعتصم أن يتخلص من هذا الإمام، ولكن كيف وما هي الحيلة؟ فما رأى كما رأى الأشعث عليه لعائن الله ويزيد ومعاوية بأن يعطوا تلك المرأة الأموال لسم الإمام الحسن، كذلك رأى اللعين أم الفضل بنت المأمون هي أقرب طريق لكي يتخلص من الإمام. بنت المأمون بنت اللعين، اللعين ابنة اللعين. فانتظرت إمامكم إلى أن كان في يوم صائف وهو صائم. يلا وقت الزفرة الآن، يلا نعيش هاللحظات وقت الزفرة، ولأن بارك الله بيكم وإحنا أخذنا من وقتكم كثير، لكن أنتم ما تقصرون وأهل البيت ينتظرون منكم الزفرة، ولأن من أجل قضاء حوائجكم. فدست له السم نقيعا في عنب رازق، فقطع أمعاءه
قطع أحشاء صار يقول حين رآها تبكي. سمى الإمام تبكي، شنو هذه قلة الحياء؟ قال أتبكين يا عدوة الله، يا أصابك الله بفقر لا ينجبر وببلاء لا ينستر. خب مريض الآن وسم قطع قلبه، يريد دوام، يريد علاج، يريد أحد يصل إليه، لكن وين أهله وين العشيرة؟ بعيد وغريب، حتى ابن الهادي بعيد عنا شباب، والشباب يريد أحد يراعي يقضي حاجته، والسم قاتل يا حبيبي، سم قاتل. شوفوا إخواني، لاحظوا إذا واحد منا يشرب حليب منتهي مدته، شلون يصير يتقلب يومين أبر ومخدر ويصير جسمه مقلوب؟ شنو اللبن أو الحليب قبال السم النقيع يقطع الأحشاء؟ قطع أحشاء، شنو سوت؟ قامت أغلقت عليه الباب، لا أحد يصل إليه، ثلاثة أيام لا طعام لا شراب لا دواء لا حبيب لا قريب لا أحد يزوره. الشيعة امتنعوا عن الوصول إليه، لكن وين الإمام؟ وين رحمته؟ وين نوره؟ صاروا يتساءلوا، لكن الإمام حينما وصلت روحه التراقي، كان إمامكم الهادي بالمدينة، يقال بين يدي معلم له، في يده لوح يقلبه، يقول ساعة شفناه واقف رمى اللوح، قال إنا لله إنا إليه راجعون. ما بك يا بني؟ قال مضى والله والدي الساعة غريب. كيف عرف؟ قال من هيبة الله وجلاله ما لم أتعاهده من قبل. دعوني، دخل الغرفة، سكر عليه الغرفة، وإذا هو على صدر أبيه، على صدر أبيه، وإذا الإمام الهادي لفظ أنفاسه، الإمام الجواد لفظ أنفاسه، وفاضت روحه، فاضت روحه، وولده الغادي ينادي بديار غربة يا الولد قبت أيامه، ميت بغربة وما حد حضر لك من أغمامك، ويلي مات الطهر واخفوا عن الشيعة أخباره، يدرون ما حد ينتهض يا خيد ابثاره، ظل بالعرى والناس كلها بانتظاره، يا والمسك لذفر فاح من نسل الأمين، شال الجنازة وبجته الشيعة بالأشعار، بغداد كل غمن البواجي كادت تمر، شالوا سرير ابن الرسول بلطم لف، صوتك صوتك ها، والجده الكاظم بضج مشيعي، او لعد مطروح الجسر جابوا حفي، خلوه يمه وصارت الضجة شديد. الهادي لفاه من المدينة وغسل بإيه، وراء أبوه بحفرته ورد للمدي. آه ما خلاه ما خلاه، على طول ترك الدنيا وراح إليه. أسألكم بالله، كيف وصل الهادي إلى أبيه وراح؟ الإمام الجواد وسى جده الحسين في ثلاثة أمور،
الامر الاول الحسين ودع قبر جده وامه وفارق اهله والامام الجواد كذلك، هذا الامر الاول. الامر الثاني الامام الحسين مات غريبا بعيدا عن اهله، الامام الجواد كذلك. بعد الثالثة تتحملوني شوية. الامر الثالث الحسين ثلاثة ايام بغير غسلين ولا موارات، ثلاثة ايام اين ولده اين اخته اين عشيرته. اقرؤون هذا البيت، هذا مكان يا اخوان. لا غسل ولا اقرأ حبيبي يا عمر.